وللتعليق مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع معنا هاتفيا من اسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور عبد الحميد. إذا ذكر بيان الهيئة بطلان وتزوير الانتخابات التي انبثقت عنها حكومة عبد المهدي، هل يتوقع أن يعيد العرب والمجتمع الدولي النظر في التعامل مع هذه الحكومة وفق حقيقة تزوير الانتخابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. للأسف هذا الواقع المزري لم يعد خفيا على الجميع، بل بات مفضوحا وحتى باعتراف العديد من الأدوات المستخدمة في هذه العملية، أعني المشاركين فيها. لكن للأسف إلى الآن لم نرى تحركا دوليا ولا إقليميا لتصحيح هذا المسار، تصحيح مسار تعاملهم مع هذه العملية، مع الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي وما يجنيه هذا الشعب من مآسي نتيجة هذه العملية وآثار هؤلاء الذين تسلطوا في على رقابهم طيلة السنوات الماضية. لذلك السؤال الذي طرحته هذا ما نأمله وتأمله العديد من القوى الوطنية، ولذا يأتي هذا البيان وتحركات أخرى لتنبيه هذا المجتمع ولا سيما دول الجوار المنطقة الإقليمية إلى خطر المسار السابق وإلى وجوب تصحيح المسار، لأن السفينة تجري بالجميع والخطر يشمل الجميع ولا يختص بالعراق فقط. وذكر البيان أن حكومة عبد المهدي ستكون يعني النسخة الأكثر ضعفا من بين حكومات الاحتلال السابقة، لماذا هذا التشخيص؟ يعني بداية نحن نرى أنه منذ بداية الاحتلال إلى الآن أن واقع العراق، واقع المجريات ومنتخرجات هذه العملية السياسية هي تجري من سيء إلى أسوأ، لا سيما أنها تعتمد على ما سبق، وما سبق قد خرب أسسا وأصولا. فكل حكومة تأتي هي لا تأتي بشيء جديد ولا تستطيع أن تقدم شيئا جديد، لأنها تقوم على ذات الأسس، ذات الإطار، ذات المحددات التي تجعل هذه العملية مرتعا للفاسدين، لا تحاسب الفساد ولا تحاسبهم ولا تحاسب المفسدين، وأيضا هي تتيح يعني تكون أرض خصبة لمثل هؤلاء للعبث. وعليه نعتقد أن هذه الحكومة هي أضعف مما سابق من سابقاتها لضعف المقدرات أولا ولتحكم الفاسدين والأحزاب السياسية التي جاء بها أو جاءت مع الاحتلال الأمريكي منذ اليوم الأول إلى الآن. والأمر الأسوأ هو دخول أطراف أو أدوات جديدة هي واضحة للجميع آثارها السلبية، وعلى رأس ذلك الميليشيات التي باتت اليوم جزءا متحكما في هذه العملية السياسية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية. من أجل ذلك اتهم البيان، اتهم الحكومة بأنها ستكون تكريسا للهيمنة الإيرانية في العراق، يعني ما الدليل على ذلك؟ يعني الأدلة كثيرة تظهر ذلك منذ بدايات هذه العملية الانتخابية الأخيرة ثم مخرجاتها قبل تشكيل هذه الحكومة، وكل رأى على مسمع وبصر العالم أجمع كيف كان التحرك الدبلوماسي كما يسمى الإيراني داخل العراق والتحرك الميليشياوي الحرس الثوري الإيراني. يعني كان السفير الإيراني وأيضا قاسم سليماني يتحرك علانية وليس بالخفاء للتأثير على تنسيق أو تحديد أو اختيار وتقاسم المناصب بين هذه الأحزاب وكيف تخرج هذه التمثيلية. هذا الأمر. الأمر الآخر كما ذكرت قبل قليل، التحكم الجديد في العملية السياسية وهو ظهور الميليشياوي في المشهد السياسي اليوم، والكل يعرف الارتباط لهذه الميليشيات قادة تأسيسا وعقيدة وتدريبا وتمويلا، الارتباط العلني، وليس هذا تحليلا وإنما هذا باعتراف قادة الميليشيات التي تتباهى وتتبجح بانتمائها إلى إيران، وإيران كذلك هي تعلن ذلك ولا تخفيه باعتبار ذلك تعده نصرا في مشروعها التمددي في المنطقة جميعا.
البيان طالب الشعب العراقي بالتعاضد لإخراج البلد من واقعه المأساوي، يعني ما الطريقة الناجعة لتحقيق ذلك؟ بما أن الشعب هو المجني عليه وهو المتضرر الأكبر من هذه العملية طيلة السنوات الماضية، وبما أنه لا يوجد أمل بالخروج من هذا النفق أو هذا المأزق في ظل هذه العملية التي سترسخ هذه المآسي وربما تزيدها، فإذا لابد أنه يكون هنالك تغيير حقيقي، والتغيير هنا يكون للأسباب، يعني بعد أن تم تشخيص أسباب هذه المأساة وهي هذا الإطار، هذه العملية السياسية، إذا لابد من تصحيح هذا المسار بإزالة هذه الأسباب، ولا نكتفي فقط بأنه نشخص هذا الأمر بل لابد من علاجه. الشعب العراقي اليوم بما أنه قد التفت وناشد الدول، المجتمع الدولي ودول الجوار، المنطقة الإقليمية لمحاولة التصحيح لمساعدتهم، إلا أنه نرى أن المجتمع الدولي إلى الآن يمد يد العون لهذه الحكومات لترسيخ بقائها واستمرارها وتسلطها على رقاب الشعب العراقي. إذن لابد أنه يقوم الشعب بوسائل عدة، وقد قام بأول وسيلة وأول خطوة عبر المقاطعة المتعمدة والمقصودة والمعلنة لهذه العملية كرفض لهذه الأسس وهذا الإطار، لذا عليه أن يتبع هذه الخطوة بخطوات قادمة ولاحقة، وأن لا يلتفت إلى ما يخوف به أصحاب هذه العملية السياسية، يخوف به الشعب من قضية المجهول والفوضى وغير ذلك. فالحل الوحيد هو أنه ينتج الشعب العراقي بأنفسه حكومة وطنية قائمة على أسس العدل وبعيدا عن هذه المحاصصات الفاسدة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين.